السبت 6 شعبان 1406، كنت مناوبا، صليت المغرب في مسجد المستشفى، وبعد أن صليت بقليل اتصل بي الممرض وقال: يا دكتور، المريض الفلاني قد تعطل المغذي الذي في يده اليمنى، ونريدك أن تضع في يده اليسرى. فأتيتهم أسعى. هذا المريض يا أخوان وأخوات له عندنا 6 أشهر، 5 منها أكلمه ويكلمني، والشهر الأخير قد أغمي عليه غماء تاما بسبب أن السرطان الذي في عضو من أعضائه انتقل إلى دماغه، فأصبح لا يحرك ساكنا. جئته وكان أعمى البصر، جئته فأخذت يده اليسرى أقلب فيها عرقا، فإذا بي أفاجأ: مين؟ خالد، الدكتور خالد. قلت: نعم. شو تدور؟ قلت: أدور عرق أحط لك مغذي. قال: لا تدور، لا تتعب نفسك. قلت: ليش؟ قال: أنا ميت. قلت: لا، ما أنت ميت. وأنا أحاول، وكل محاولة رد علي: يا دكتور أنا ميت. وأنا رد عليه: يا دكتور، يا خال، ما أنت ميت. وهو يقول: أنا ميت، وأرد أنا ميت ميت، وأحاول إبرة وراء إبرة وراء إبرة، إبرة وراء إبرة، إلى أن قال لي: يا دكتور أنا ميت، أنا أرى ما لا ترى. قلت: ما أنت ميت. قال: يا دكتور أنا ميت، أنا أرى ما لا ترى، أنا أرى ملائكة العذاب أمامي الآن. فوقعت يده مني ملائكة العذاب في الغرفة رقم 2205 من الدور الثاني من مبنى رقم 100 من المستشفى العسكري بالرياض. ملائكة العذاب في غرفة أنا فيها. أخواني أخواتي، ظهري قام كله، أحس إن لولا وراي. تعرفون الطفل اللي عمره 3 سنين وجاء واحد خوفه خرعه؟ بل أمثلها بقطوة مسكوك عليها كل البيبان، وفيه ولد شقي يلحقها بيضربها أو يرجمها، تناقص يمين يسار تبي مخرج. أنا أدور مخرج ما لقيته، أبا أطلع ما لقيته، أبا هرب ما أدري إيش أسوي. كل همي وينهم ذا الملائكة؟ عسى ما يأخذوني. وراي وقف، ما هي إلا ثواني وخرجت روحه.